مساء الخير على حضراتكم، واهلا بحضراتكم في حلقه يوم الاثنين 10 اغسطس 2020، اللي بتشرف من الاثنين الخميس اكون معاكم في برنامجكم مساء الخير. النهارده عندنا موضوعين مهمين جدا وبيفرضوا نفسهم: استقاله الحكومه اللبنانيه هتودينا لفين، مظاهرات عارمه، تعليق مشانق رمزيه لحسن نصر الله وميشيل عون وجبران باسيل وفؤاد السنيورة وحسان دياب. الحقيقة يعني هم ما خلوش الشباب اللبناني وشعب مثقف وفنان، فحتى هتافاتهم فيها أداء فني وملحنة ومنغمة. يعني هم محبين للحياة، وربنا ينقذ بلدهم على ألف خير إن شاء الله. فطبعا لازم نناقش الموضوع دوت ونشوف هل يمكن تشكيل حكومة لبنانية في أسرع ما يكون. هيكون معانا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ دكتور إلياس الحاج، أستاذ الفلسفة وعلم النفس بالجامعة اللبنانية. مجلس الشيوخ بكرة، الانتخابات جوه مصر، هنروح نعمل إيه؟ هنشوف فيديو هيورينا بالظبط هنروح نعمل إيه، ومن أول ما ندخل اللجنة وإحنا لابسين الكمامة بتاعتنا ونسلم البطاقة، ومن قبلها كمان لما نعرف عنوان اللجنة ورقمنا في الكشف ورقم اللجنة الفرعية، وحنختار. الاختيار عبارة عن اختيارين: اختيار قائمة واختيار فردي. القائمة هتبقى فيه ورقة مكتوب فيها القوائم، وحضرتك هتعلم صح على قائمة من القوائم. إذا كان في دايرتك في قائمة واحدة فقدامك أنتخب أو لا أنتخب، واخدين بالكم من الفرق ده؟ لكن لو الورقة فيها 3-4 قوائم هتحط صح على القائمة اللي حضرتك بذلت مجهود وحاولت تعرف ان هي بتضم عدد من السياسيين، من المفكرين، من الناس اللي ممكن في مجلس الشيوخ يساعدون. ده بالنسبة للقائمة. ورقة الفردي بقى كل دايرة على حسب، هيبقى مكتوب فوق الدايرة دي فيها مقعدين او فيها 3، فحضرتك هتختار من المرشحين الفرديين اللي عندك، سي او تخيل مثلا ان هم 10 15 20، هتختار منهم بس الرقم اللي موجود فوق في النص، وهو عدد المقاعد الفردية في دايرة حضرتك. انا افترض ان دايرة حضرتك فيها مقعدين، يبقى هتعمل علامتين صح فقط قدام الاسمين اللي حضرتك مختارهم وحضرتك مذاكرهم، علشان يكون عندنا مجلس شيوخ قوي، وعشان نتنور أكتر حوالين هذا الموضوع هيكون معانا الحقوقي الأستاذ هشام قطب، خبير نظم إدارة منظمات المجتمع المدني. تعالوا نشوف أخبارنا وبعد كده نخش على حوارنا.